فاحنا عندنا في ماسبيو في 9/10/2011 منظمات شبابية مسيحية ومنظمات سياسية مدنية دعت لمظاهرات كبيرة قدام ماسبيو اعتراضا على هدم كنيسة في أقصى الصعيد في أسوان في قرية اسمها المغناء. ومحافظ الإقليم وقتها بدل ما يحل المشكلة ويتعامل مع الأحداث قال دي مش كنيسة وجمعية بيصلوا فيها، وكأن الكنيسة أو الجمعية هي بالصليب اللي على المنارة والهيكل مش بالمكان اللي اعتادت الناس اللي إقامة الصلاة فيها بانتظام وجرى العرف على ده وتعين لها حراسة كمان من الداخلية على المكان. الضحايا احنا عندنا ضحايا الاعتداءات اللي اتهرسوا تحت المدرعات الجيش وكانوا 15 واحد، أسامة فتحي عزيز 25 سنة، أيمن صابر وشاي 37 سنة، جرجس راوي راضي سن مش معروف، جمال فايق ونيس 37 سنة، شنودة نصحي عطية 18 سنة، عيسى إبراهيم غاز، فارس رزق أيوب 40 سنة، مايكل مسعد 27 سنة، مجدي عبد رزق 40 سنة، مسعد مهنا مسعد 54 سنة، ميخائيل توفيق جندي 33 سنة، نصيف راجي نصيف 25 سنة، سامح جرجس فكري، مجدي فهيم مسعد 70 سنة، مجلي نجيب مجلي. دول 15 واحد اتقتلوا تحت عجلات المظاهرات. في كمان عندنا مجموعة تانية وضرب عليهم نار واتضربوا بآلات حادة. أمين فؤاد أمين، أيمن نصيف وهبي، شحات ثابت حنبلي، صبحي جمال نظيم، مينا إبراهيم دانيال، هادي فؤاد عطية، وائل ميخائيل خليل، أحمد حسن. وماني مكاري لمبي، في واحد مجهول الهوية اسمه اتكتب كده مجهول في تحقيقات النيابة واللي حصل في القضية. وفي واحد اتقتل، الشرطة العسكرية قالت ان هو اتقتل، مجند اسمه محمد علي شيطة خلال الأحداث. انتوا مش انا مش هرجع لتفاصيل الأحداث واللي حصل من عملية القتل والاستهداف اللي حصلت على الهوية الدينية والتحريض اللي حصل في التلفزيون المصري والليلة الصعبة اللي عاشتها القاهرة ومصر كلها في حقيقة الأمر، واللي كانت ممكن تعمل مجازر كبيرة جدا، لكن هتكلم على في خمس دقايق، أقل من خمس دقايق على التطور القانوني، وبعدين أخش بقى على الصورة العامة اللي بيحصل. القضية دي لما حصل موجة من الغضب الشديد وظهرت الفيديوهات، هما في الأول طلعوا قالوا إن المتظاهرين ضربوا علينا النار، بعدين حصلت موجة من الاعتراضات والغضب على المستويين المحلي والدولي، طلعوا عملوا مؤتمر صحفي فيه ثلاثة من اللواءات أعضاء المجلس العسكري، قالوا إن لا ده المتظاهرين جم مسلحين وهم اللي ضربوا علينا النار. وبعدين مع الضغط قال لك احنا مش احنا اللي هنهل، النيابه العسكريه مش هي اللي هتحقق في الموضوع ده، هيتحقق فيها نيابه امن الدوله. ويفترض ان نيابه امن الدوله هي نيابه مدنيه ليها طبيعه خاصه، يعني احنا برضه حقوقيين ضدها بس افضل من النيابه العسكريه لان هي كانت الحكم الخصم والحكم في نفس الوقت. لكن اللي حصل بعد شويه لقينا النيابه العسكريه قسمت القضيه جزئين، جزء سطت عليهم المرتبط بالمجموعة اللي تم دهسها والتمثيل في القصص. على فكرة حصل تمثيل في القصص وقتها من الشهادات للضحايا، لو تسمعوا ازاي كانت القصص مهروسة وبيجوا العساكر والعصي يخبطوا فيها ويشوفوها ميتة ولا لا، في منظر بشع يعني ما حصلش قبل كده. ولكن خدوا الجزء بتاع المدرعات اللي اتحركت وراحوا قالوا احنا اللي هنحقق، وجابوا ثلاث جنود من المنطقة العسكرية قالوا ان هم اللي ساقوا المدرعات، واحنا النيابة العسكرية حالتهم من محكمة عسكرية بتهمة يعني، وهم ماشيين ما خدوش بالهم وشافوا الطريق ما قدروش ان الطريق مليان متظاهرين، فمشوا في الطريق المليان متظاهرين فخبطوا الناس، فالخبطة دي أدت للوفاة. فده الوصف والقيد اللي اتحركت به المحكمة العسكرية أو النيابة العسكرية وجهت به التهمة لثلاث جنود. احنا كنا المبادرة والمركز النديم لحقوق الإنسان للتأهيل النفسي، يعني
منظمه حقوق الانسان مركز نديم وثلاث محامين عن الضحايا. كنا بنحضر الجلسات دلوقتي، قررنا ان احنا ننسحب وطلعنا بيان قلنا النيابه العسكريه والمحكمه العسكريه في الوقت ده مش معنيه بتحقيق العداله ولم تستجيب لطلبات المتهمين، لان احنا كنا عاوزين نعرف مين هم القاده الميدانيين اللي اعطوا الاوامر. العسكري اللي على مدرعه مش ممكن يتحرك بدون ما القائد يجي له امر من قائد يقول له اتحرك. فاحنا ده ما اتحققش معاه. الكاميرات بتاعه التلفزيون ما حدش شاف حاجه. فالقصه طبعا قيادات الشرطه العسكريه والمنطقه المركزيه الاثنين حمدي بدين والغويني بالتاكيد وابراهيم الضماطي اللي هو كان مسؤول الشرطه العسكريه وموجود في المكان القائد الميداني ده كله ما حدش بالعكس تم ترقيته فيما بعد. وجئنا ان المحكمه طلعت قرار بسجن اثنين كل واحد سنتين وسجن جوني ثلاث سنين في 15 واحد. الفيديوهات طالعه المدرعات بتربطهم بشكل مباشر وصريح وواضح للعيان. ده كان حكم المحكمه العسكريه. تنفيذ العقوبه وهل استأنفه ولا لا محدش عنده معلومه. يعني هل الجنود الثلاثه دول نفذوا العقوبه ومكان الاحتجاز بتاعهم وظروف الاحتجاز ما السجن يعني محدش عنده اي معلومات يقدر يقول لنا ايه اللي حصل. الجزء الثاني من القضيه كان كوميدي جدا لان خدته جابوا قاضي خدته النيابه ونيابه امن الدوله وسلمته لمجموعه قضاه تحقيق كان رئيسهم قاضي اسمه المستشار صلاح محمد. جاب 54 واحد متهم معظمهم من المتظاهرين علاء عبد الفتاح وال اس فلوباتير ومجموعه من المتظاهرين ووجهوا لهم تهمه حمل سلاح وقتل وشبح في قتل وتظاهر واهداء الممتلكات الخاصه سلسله من الاتهامات الطويله جدا. وبعد مناقشه عمل حاجه قال انا حفظت القضيه لعدم كفايه الادله فيما عدا اثنين شابين مسيحيين اتهموا بسرقه سلاح ناري او رشاش من اعلى مدرعه وخد كل واحد فيهم ثلاث سنين دلوقتي. مرت الايام طبعا احنا اعترضنا واخرينا على الحكم ده. في انت من سلطه القاضي التحقيق في الوقت ده كان من سلطته ان هو يحقق ويفتح باب التحقيقات من جديد ويستمع للضحايا ويروح التلفزيون ويجيب الكاميرات ما حصلش. جاب كمان التلفزيون والمتحف المصري ما حصلش حاجه من ده كله. طبعا ما حققش في تداعيات الاحداث فيما بعد فضل المظاهرات يعني التفريق اللي هو الاعتداءات اللي حصلت في وسط البلد وفي المستشفى القبطي وتاني يوم كمان لكن ما حصلش حاجه خالص. جاء مرسي قال يا جماعه انا هعمل لجنه لجمع المعلومات تحقق في كل الحوادث اللي اعقبت من مثوره يناير لحد ما جه في الحكم وحصل فيها قتل المتظاهر في محمد محمود في مجلس الوزراء في مسبيرو في هو حدث 17 حادثه كان منهم منشد ناصر. طيب احنا جبنا ودينا فيديوهات وشهادات من ناس وتليفونات من ناس وتحقيقات نيابه كل حاجه ورحنا للجنه وقابلنا المسؤولين وتفضلوا الماده الدعائيه يمكن تساعدنا. انتظرنا ان يطلع حاجه جديده تاثر على مجال التحقيق او تفتحه من جديد ما حصلش حاجه. طيب سلموا التقرير للمرسي وللمجلس العسكري برضه ما حصلش حاجه وحتى الان الدماء بتاع الابرياء منتظره تحقيق العداله. بالتاكيد ان الجرائم اللي حصلت دي جرائم لا تسقط بالتقاضي ومهما طال الزمن القاده المسؤولين سواء كانوا حاليين او سابقين او في مناصب ثانيه لكن هيجي اليوم اللي هيتحكموا فيه وهياخدوا الجزاء المناسب للجرم اللي هم الجريمه والمسبحه. نيجي للجزء الثاني النظره العامه ليه مسبيرو للوضع ده. يمكن وهل حصل تغير في الحراك القبطي؟ هحاول بس امشي سريعا بس نفكر ازاي هو الاصل كان مبارك بيتعامل ازاي مع القبطي. ولو فكرنا هل هو اختلف عن نظام المجلس العسكري او على المرسي او حتى عن فيما بعد في الطريقه اللي بيتم بيها تعامل النظام مع القباط ولا لا؟ هيقدر يخلينا نقرا ليه هم عاوزين يتحطوا في القالب ده او في الشكل ده من التأييد او للمجلس العسكري او للدوله القديمه. مبارك كان بيتعامل مع القباط بثلاث عناوين رئيسيه.
العنوان الأول أنا محتاج رعاية دولة وليس مواطنين وليس مواطنين دولة. بمعنى إيه رعاية دولة؟ أنا عندي كنيسة بتمثل الأقباط، أسهل لي إن أنا أتعامل من خلالها. يعني لما أجي أختار وزير رشحينا وزير أو اثنين أو أعضاء مجلس الشعب أو أعضاء مجلس محلي أو أعضاء مجلس قومي لحقوق الإنسان أو أي كان. طيب في مقابل ده أنا استخدمهم في الحشد مرة في الانتخابات، لما نحب نقول لهم يسكتوا شوية ما تعليش التون يسكتوا برضو ويروحوا يخطبوا الشباب زي بعض القديسين دول الشباب اللي بيتظاهروا في شبرا وشبكوا والأمن حاول يعتاد عليهم والمسجد اتحكم على 8 منهم من النشطاء كلهم مسلمين بالسجن وبعدين استقلوا في الحكم وافرج عنهم. بس ده بيوريك وقتها الكنيسة قالت ان احنا الناس دي مش بتقعد، يعني ناس ما تتظاهروش دول في ناس تانية مندسة بتخش معاك. ده الخطاب. فده اول عنوان الواحد بيحطه، هو لان هو لو اتعاملوا مع مواطنين دولة مطلوب منه استحقاقات، مطلوب منه حقوق مواطن، مطلوب منه مساواة، مطلوب منه عدالة، هو مش عاوز يخش في الديلاما دي، فالاسهل يتعامل مع الكنيسة. ده اول عنوان. الثاني دايما هو فزعة الخوف. بصوا احنا اذا كنا احنا وكده احنا اللي بنقول ان احنا مدنيين او فما بالكم من الطرف الاسلامي لو جت في الحكم، يعني اللي هم جزء من المشكله اللي حاصله في المجتمع. فمعنى ان احنا نمشي او يبقى في ديمقراطيه او حد يجي او الاباط يبقى حافظ في اختيار من يمثلهم، بمعنى ان انا عندي الاخوان شويه انا عاوز اديكم حقوق، بس خايف بقى ازعل الناس اللي هي بطبيعتها في مجتمع محافظ وفي طيارات اسلاميه بتلعب زي الاخوان او جامعه زي الجامعات الشرعيه وانصار سنه محمديه من قبل، يعني الثوره موجوده في الشارع وبتشتغل وبتعمل مشاكل. فانا انا انا كان عليا عاوز اديكم حقوق، بس اديكم شايفين الوضع في البلد، الوضع ما يسمحش يعني، فخلينا بقى ايه خليكم بس اصبروا. فهذا الخطاب كان هو عنوان الخطاب اللي بيقوم او طريقه التعامل اللي بيتعامل بيها نظام مبارك مع وده يفصل لجزء كبير ليه الاقباط على المستويات الشخصيه والمدنيه شاركوا وعلى المستويات الرسميه ما كانوش مشاركين في 25 يناير، ودي اتكسرت شويه في 30/6 لاسباب مختلفه يعني. ولكن ده يفصل حاله الخوف من المجهول، وعادة الأقليات بطبيعتها بتبقى عندها مخاوف أكتر شوية، فبتبقى خايفة من التغيير اللي فيه التغيير الجذري أو الكبير. دخلنا المجلس العسكري. حصلت في المجلس العسكري إن الأباط طلعوا ابتدوا يعملوا حركات وابتدوا يلعبوا أدوار سياسية ويشوفوا بأحزاب. بينا نسمع احزاب، في ممكن يبقى في تحفظات على الاداء، بس انا بتكلم على فكره ان التواجد نفسه، ان لقينا في مصر الديمقراطي، في مصر الاحرار، في الاتحاد الشعبي، في التجمع كان في من قبل كده، يعني في اشكال جديده من الاحزاب ادت مساحه في المجال العام للاباط اللي هم قاعدين ومتواجدين يعني. حتى لو جزئيا يعني، لان الانطلاق اللي حاصل والجيت اللي كان حاصل صعب يتفكك مره واحده يعني. فابتدى نسمع اصوات قبطيه نشوف على في المجال العام بتبدا تتحرك. كمان على المستوى ده في كمان شباب حتى لو كان ليهم علاقه ما بالكنيسه، ولكنهم ابتدوا يكونوا حركات بره الكنيسه، يعني تشتغل بره الكنيسه. وده ميزته ايه؟ ميزته ان مثلا يعني في الدستور الاخير في اللجنه ان يقعدوا يشتموا في الانبا كله ويتظاهروا ضده جوه الكنيسه ويقولوا احنا مش عاوزين في لجنه ال 50 لانك انت كنت في اللجنه الاولى ووافقت على الماده ال 219، فانت يعني لا تمثلنا. ده جزء من التطور اللي لازم نبص له ان هو تطور ايجابي، حتى لو ظلت مساحه الاختلاف مصطدميه، بس ده بيديك مؤشر ايجابي عن اللي كان بيحصل قبل كده. كمان في قبل ما اسيبه، حتى في مظاهرات كتير كانت الكنيسه بتطالب الاقباط ان هم ما يتظاهروش وهم كانوا بينزلوا. ده بيورينا ان في اتجاه ما ان يبقى في حراك. هل الحراك ده ممكن يرضى عنه نظام طائفي؟ وهو ما حصل. بصوا المجلس العسكري والاخوان كل واحد طائفي، وهو جاي بمفهوم الطائفه.
وبيتعامل بضيفين الضيف. الضيفة اللي عندها امتيازات كبيرة، عندها بيزنس بتاعها اللي بتتحكم فيه وتشتغل فيه، عندها مصالحها اللي عاوزة تحافظ عليها لأبعد مدى، وعندها استعداد تخوض معارك للحفاظ على مكتسباتها. فبالتأكيد هذا الشكل الجديد لا يعجب لا المجلس العسكري ولا يعجب الإخوان المسلمين في المعركة. جمع الإخوان وضوءهم، ضوء الإخوان بدأ زي ما مش في فيما يخص التعامل مع ملف الأرباط والأهو، مش مع أجل شوية لا بدأ مش مع فوز مرسي أو وصوله للسلطة أو حتى مع انتخابات مجلس الشعب، بدأ من 30/3 لما حصل 27/3 لما حصل الاستفتاء على التعديلات 19 مارس، وبعديه التصديق بتاع الإعلان الدستوري اللي طلع هم قالوا النتيجة جدا بناء على الاستفتاء، وهو طبعا كان مختلف عنه وانتوا عارفين القصة بتاعة اللي حصلت. ولكن في معركة الاستفتاء جرى استدراج المجتمع لبناء استقطاب ديني على قضايا سياسية، وبدأ للطيارات الإسلامية الأسهل لها أن هي تخاطب ما يريده الناس، ما يتمناه الناس فيه. فابتدى يطلع استخدام، يعلى نغمة استخدام الدين في خلال هذه الأحداث، وحصل اللي هي تصويت نعم للشريعة وللشريعة والعصر. فدي كانت بداية الخطاب أو استخدام الخطاب الديني في على المجال العام في المجال السياسي بعد الثورة. بعدين حصلت الإخوان في جزء كتير من المشاكل، كانوا جزء من المشكلة الإخوان والطيارات الإسلامية بشكل كبير. وأنا هنا بفتكر مظاهرات الاعتراض على تعيين محافظ لمحافظة قنا مسيحي، وفكرة حشد المتظاهرين ان هم يرفضوا ده ويقولوا احنا مش عاوزين محافظ مسيحي بشكل واضح، ويتعلن وقتها ان احنا وصلت ان هم اعلنوا في امارة قنا امارة اسلامية بعض الناس. وغريب قوي ان كان جزء من المتظاهرين دول وهم هم معرفين تيارات سلف، يعني منتمين لتيار سلف، ولكنهم كانوا اعضاء في الحزب الوطني وجزء اعضاء في الاخوان. بس هنا حصل تلاقي للمصالح المرتبطه ب لا احنا مش عاوزين نكمل في الحزب الوطني. استكملنا بعد كده في العنف الطائفي والاحداث الكتير اللي حصلت مع انتخابات مجلس الشعب والشورى، وحصل هنا متغير كبير جدا، واعتقد ده بنسبه كبيره هو اللي اثر الضغط. يعني في سؤال ممكن الناس تساله دلوقتي، كم من حوادث العنف او فجاعه حوادث العنف اثناء تحت حكم مرسي اقل من المجلس العسكري من حيث الضخامه، ولكن لماذا الاقباط كانوا مع المجلس كانوا نزلوا 30/6 و يعني اشتركوا في الثوره وعاوزين مجلس عسكري رغم هذا المفاجاه؟ جزء من الموضوع هو كانت صناعه الخوف اللي صنعتها التيارات الاسلاميه. وانا بفتكر هنا يوم ما فاز مرسي وقعدوا يخبطوا على بيوت مسيحيين في عشرات القرى ويروحوا يضربوا نار قدام بيوت المسيحيين، فما بالك اذا كان هذا حصل في مناسبه يفترض انها سعيده لانصار التيار الاسلامي. فطبعا ده كميه الارهاب النفسي والخوف اللي بيصنعه عند مواطنين عاديين ما حدش بيسمع لهم خالص، موجودين في قرى في اقصى الصعيد او واكه بحري او في الجيزه حوالينا بيعيشوا ظروف صعبه، لا يعني كان حاجه صعبه جدا على نفسهم. يعني حد يجي متعمدا يضرب نار قدام بيته كانه في مزار الاحتفال، او يخبط على بيته وابوابه في مسيرات ماشيه فيها 500 واحد و1000 واحد و200 واحد، لا كانت حاجه مزعجه. فكان ده عامل من العوامل اللي ادت. يضاف لده طريقه تعامل مرسي مع حوادث العنف الطائفي.
انا زي ما قلت الاخوان كانوا جزء من مشكله العنف اللي موجود في المجلس العسكري، واستمر ده مع مرسي مع العنف الطائفي. مرسي قال انا هعين نائب مسيح، فعين مساعد بدون صلاحيات. طبعا الواحد ما يحبش يتكلم على الطائفيه، بس ده بيؤشر الى طبيعه التفكير النظام في حقوق وقطاع المواطنين عنده. كان جاء وفي تجربه قديمها فتره طويله بيتعين وزيرين عاده في الوزارات اللي عاده بتبقى 33 32 36 يعني بيبقى عدد الوزراء، فكان غالبا بيبقى فيهم وزيرين من طوال فتره مبارك يعني والمجلس العسكري. فرست على وزير الدوله للبحث العلمي يعني مش هقول دي وزاره تصنيفها ايه من الوزارات على سلم الوزارات بتاعتنا يعني. قال انا هجيب دستور يراعي حقوق كل المواطنين المصريين، فاذ بنا ده دستور يصنع بلايه ولا يعبأ بانتقادات وانسحابات القطاعات كبيرة من ضمنها الكنيسة تحت ضغط القوى المدنية على فكرة، وده من الترايب اللي أنا بقوله. الكنيسة في المعركة الدستور الأولى ما انسحبتش إلا لما حصل اجتماع للعلمانيين أو المدنيين اللي هم العلمانيين في الكنيسة اللي هم مش من رجال الدين بحضور الانبا بخوميس، وجرى تصويت، وكان التصويت في التصويت ان كان في رجال الدين اللي كان بيمثلهم ممثل الكنيسه الارثوذكسيه والكاثوليك الانجليه كان من وجهه نظرهم على الاقل يجمدوا العضويه، يعني ده اقصى قرار ممكن يصلوا ليه، ولكن تحت ضغط التصويت المدني في الاجتماع تم الانسحاب، والانبا بخوميس وقتها خد قرار الانسحاب نتيجه هذه الضغوط اللي كانت موجوده في الاجتماع، كانوا حاضرين ناس عاديين يعني ناس مدنيين. فده يواجه الضغط بيحصل ايه لما بيحصل ده ما كانش ممكن يحصل قبل يعني 25 يناير. فطبعا عمل الدستور مستبعدا قطاعات كثيره من المجتمع، وحتى لما وعد الكنيسه بعد كده ولا طب ما تجيبي انا بعد الاتحاديه اثناء الاتحاديه جاء لهم ايه بقى؟ انا هشكل لجنه عدل الدستور، فانتوا هاتوا لهم مقترحاتكم، فقدموا لهم المقترحات ولم يصنع احد شيئا عن هذه اللجنه وعن ماذا فعلت وماذا اقترحت في التعديل. نيجي بقى للاتحاديه، حصل تغير في الخطاب قيادات الاخوان والتيار الاسلامي بشكل عام. خطاب الاخوان انا اشرت في الاول ان هو كان خطاب طائفي او خطاب بيعلي على اقصى تقدير تمييزي، يعني يتكلم زي ياسر بوغامي يتكلم مثلا ان الاقباط ما ينفعوش يبقوا في المناصب الولايه الكبرى زي منصب المحافظ او بعض المناصب الوزاريه او يبقى رئيس وزراء او رئيس جمهوريه او خلاف او نائب رئيس جمهوريه زي ما اشرح، او ما نعيطش عليهم. ده كله مفهوم خطاب تمييز وارد يبقى مفهوم، لكن نقلة أخرى لخطاب كراهية وتحريض على العنف بعد الاتحادية. بمعنى إيه؟ إن هو مش عاوز يعترف بفشل في إن هو فشل، إن هو يجد حلول سياسية وحلول اقتصادية للمشاكل اللي حصلت في البلد. فطول الوقت عاوز طيب أنا هحاول أسرع يجد مبررات اخرى يرمي عليها هذا الفشل. فوجد ضلته في معركه الهويه. احنا المتظاهرين قدام الاتحاديه، قلت لكم لان انا عامل الفيديوهات اللي هم نزلوا فيها التحريض يعني نصا لخطاب ما يسمى هيئه الاصلاح والشريعه والاصلاح لمساكة محمد عبد المقصود وخير الشاطر وخلافه، وكان خير الشاطر قال ان المتظاهرين قدام الاتحاديه 70% منهم. بعدها بيومين في الاصلاح بعدها بيومين محمد البلتاجي في مظاهرات عملوا جمعه كده اسمها جمعه مناصره الشرعيه، قال ان التقارير الرسميه الكلام ده نصا يعني ان جات لنا من اجهزه الدوله السياديه قالت ان 60% من قدام الاتحاديه اقباط. فبدا ان الاقباط هم اللي بيحاربوا الرئيس الاسلامي وبيحاربوا
تطبيق الشريعه اللي هم بيصدروه طول الوقت لانصارهم في الريف وفي المناطق العشوائيه وخلافه. هذا الخطاب اللي فيه عمق زاد طبعا خلال الفتره ما بين عهد الموسي والاحداث الرابعه. وبقى قدام مفارقه غريبه قوي، المجلس العسكري ما عجبوش ان الاقباط يضربوا 50,000 ولا 100,000 قدام مسبيهم، فبيتحرك عشان يمنع التدفق البشري اللي جاي فيحدث مسبح. والاخوان ما عجبهمش ان الاقباط يمارسوا الحق منصوص عليه في الدستور وبتاعان المواثيق الدوليه باسم حق التظاهر، فيحرقوا الكنائس. بتكلم عن 22 او 23 كنيسه حرق كامل، بتكلم عن قدهم نهب وتكسير وتدمير محتويات، بتكلم عن مدارس، بتكلم عن جامعات اهليه، بنتكلم عن على الاقل سبعه اتقتلوا في الاحداث الاعتداءات. فلا هذا ولا ذاك يريد الاقباط ان هم يخرجوا ويمارسوا حقوقهم كمواطنين عاديين. جزء كبير من اللي انا قلته يعني من اللي انا قلته يفسر لماذا يريد الاقباط في هذا الوقت ان يحكم مصر او ان دوله قويه ممكن تبقى شكلها دوله روسيه، شكلها دوله عسكريه، ايا كان اللي موجود مين في السلطه. ولكنه لما تسال حد موجود من اهالينا وتقول له ازاي ده هم اللي عملوا كذا وعملوا كذا، يقول لك انت بتراهني على حقوقي ولا حياتي؟ ماذا اختار؟ اختار حياتي ولا حقوقي؟ اختار ان انا اتكلم ولا اشارك ولا امارس، ولا اختار ان حد بيهدد حياتي وما زال يهدد، وكل ما الاخوان بيمارسوا عنف بيهزموا تيار الثوره وبيرجعوا بيدوا سك للدوله الروسيه انها تعود بغطاء شعبي بتأييد شعبي. وده المعضله اللي احنا فيها المناصرين لحقوق وحريات الناس دلوقتي، ان هم ما بين جماعه بترتكب انتهاكات وتتعرض لانتهاكات وحطانا في خانه الجك ومش عارفين ونخلى اختياراتنا محدوده. الكنيسه تعمل ده يبقى ضد اللي احنا بنقول عليه من بدري، وضد حتى اللي عملوا جزء من اللي عملوا الكوارث اللي عملها مبارك ان تخلى عن دور الدوله في تقديم الخدمات الاساسيه، صحه، تعليم، تضامن، او عداله اجتماعيه، لدور المؤسسات الدينيه بقى اللي هي بتوزع وبتدي وبتعمل. فاصبحت المؤسسه الدينيه عند اي حد، وعلى فكره عند المسيح والمسلم مش حد بس بعينه، هي اهم من الدوله وبتظبط الدوله لان هي اللي قريبه منه، هي اللي بروح لها. يعني وقارن بين مستوصف خيري تبع جمعيه دينيه وما بين مستشفى حكومي. بس دي ببساطه. فاحنا الاصل عندنا ان احنا لا، المؤسسه الدينيه ترجع لمكانها كمؤسسه دينيه معنيه بتعليم التعليم الديني وممارسه الشعائر. بخلاف هذا، ده ليه علاقه بالمجتمع المدني والدوله. هل المؤسسه الدينيه هتقبل ده؟ ده معركه كبيره جدا قدامنا، هنشوف هنقدر نحقق فيها انجاز ولا لا، لان اي مؤسسه في ايديها سلطه من الصعوبه بتقاتل على الاحتفاظ بالسلطه. فالازهر مش بالسهوله يتنازل عن الماده الثانيه والماده الثالثه الماده الرابعه اللي اتحطت له. يعني ده مفهوم ليه هم دلوقتي بيتخانقوا عشان ما تبقاش غير المسلمين، وما يتخانقوا عشان يحطوا نقطه في الاتفاق ما بينهم وبين السلفيين يدمن 219 مع الثانيه، ويسيبوا الجزء بتاعه ويؤخذ راي هيئه كبار العلماء في التشريعات، لان هو دي سلطه في ايده بيتحكم فيها. نفس الكلام الكنيسه، مفيش مشكله ان هي ايه بقى تحط الماده الثالثه فتعجن عن اللي عندهم مشاكل في الجواز والطلاق وتقرفهم وتقول لهم وحطوا راسكم في الحيط بقى، في الاخر مفيش سكه قدامكم غير انكم تجيبوا لي. والدوله والنظام، اي نظام مستبد في استبدادي بطبيعته هو بيستخدم الاثنين عشان يضفي مشروعيه لانه ما عندوش مشروعيه في الشارع. فاحنا لا، ده احنا من ضمننا ان احنا نقيد جزء المسيحيين. بص، اذا كان خالد علي وابو العز الحقيقي واللي هو كل واحد معاه مش عارف كام قد ما اتفقوش وهم من الصغار، تيجي تقول ان المسيحيين يتفقوا ان هم يختاروا موشح باي منطق؟
دي اول حاجه. الحاجه الثانيه هو قدامه مشروع واحد مشروع بطبيعته تمييزي، بيقول له انا جاي عشان اطبق الشريعه، عشان البسك كذا، عشان اغير اسلوب حياتك، عشان تصلي بالشكل الفلاني، عشان ما تاخدش، وتقول له انت يعني اي منطق ان انت تطلبي منه ان هو انت. وقبل ده وده يكفي الاسبوع اللي احنا فيه ده اللي لسه ما انتهاش، في 10 حالات خطف لمسيحيين في محافظه زي محافظه المدينه، وكلهم رجعوا بفلوس لفديه. انا اولوياتي اللي انا في القاهره واللي متعلم كويس واللي قاعد مرتاح، اولوياتي ان انا يبقى لي دور سياسي، ان انا انتخب براحتي، ان انا امارس حريتي. اولويات اللي هناك واحد يحكمه، واحد يطبق الامن، يمسك له اللي بيخطفه، مش اولويته حريته في الوقت الحالي. فما بتجيش تحاسبيه على في شعور اقليه وشعور اغلبيه. الاقليه بطبيعتها عندها شعور المحافظة، عندها شعور بالخوف، عندها ميول طول الوقت ان هي خايفه تزور في المجتمع الكبير اللي هو مش مطمنها، ومش مطمنها مش اسلاميين بس، لا يعني انا متفق تماما، جزء كبير من الاعتداءات اللي حصلت في الفتره الاخيره من قبل كده من ناس عاديين مش منتمين تنظيميا للاخوان او للسلفيين، وتفسر وده يفسر ليه الاخوان والسلفيين 73% او 75% 78% في الاستفتاء، وبعدين في الانتخابات خدوا نسبه مقاربه يعني قريبه، لان احنا في مجتمع اتزق ان هو يبقى مجتمع محافظ ورافض ان هو ياخد افكار تقدميه وعنده مشكله مع ده، وللاسف ده محتاج شغل كتير على مستوى الثقافه وعلى مستوى التعليم وعلى مستوى ان لسه القوى سواء كانت احزاب او حركات او منظمات حقوقيه او منظمات مجتمع ما لقيتش موطن، ما قربتش ان الناس دي، ما قربتش تقدم خطاب يبقى خطاب مباشر نقدر الناس تقدر تتعامل بيه بره الغرف المغلقه او بره المؤتمرات من الانصار والحشود من الانصار. دي مشكله كبيره، احنا علينا دور ان احنا طول الوقت نزق، نحاول نزق. احنا في متغير كبير حصل ارتداد للثوره ماشي، حصل انقلاب ماشي، ده كله مفهوم، بس حصل ان الناس ما بقتش تسكت على طول الوقت. هتعظم ده وتقوي ده عند الناس وتحاول تستخدم ده وتستفيد منه، هتقدر تكسب حظك. هتقعد عند نقطتك تحاسب الناس على خوفها وتحاسب الناس على اختياراتها وتحاسب الناس على ميولها، يبقى احنا ما فرقناش كتير عن اللي كانوا قبلنا يعني.